أهلا بكم في الميدان في هذه الحلقة. سؤالنا اليوم إكمال من سورة يوسف، قال تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إكمال آية بعد هذه أو آيتين هو المطلوب معنا في الفقرة الميدانية من هذه الحلقة، نتابع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. تحفظ القرآن؟ لا أبداً. أبداً. سورة يوسف أحسن القصص، بسيطة. طيب بدي لك السؤال، إذا كملت آية تحصل جائزة. لا ما شاء الله. شكراً لك، تعالوا نشوف مشترك ثاني. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ عبد الرحمن محمد علي سالم. عبد الرحمن محمد علي سالم، تحفظ القرآن؟ إن شاء الله. ما شاء الله. طيب إذا أديت لك من سورة يوسف آية وتكملها بتقدر؟ طيب أكمل لي. قال تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مانيش حافظ له. بتحصل جائزة. مانيش حافظ له. مش حافظ له خالص. لا. بتحصل جائزة. ما أعرف السؤال. قال تعالى في سورة يوسف: قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أكمل الآية. آية واحدة بعده. ودي الجائزة. مش حافظة. طيب. مستمرين في البحث عن من يكمل هذه الآيات. تعالوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا والد؟ الأخ محمد. الحمد لله. تعرف عليك. الأخ محمد عبد الله إبراهيم. محمد عبد الله إبراهيم. بدي لك سؤال في القرآن، إذا جاوبت عليه لك جائزة. قال تعالى في سورة يوسف: قال لا تثريب عليكم اليوم. حافظ سورة يوسف؟ ما أنت حافظ له. طيب أغير لك السؤال. السؤال، شوف موضوع الحلقة اليوم هو عن العفو. تمام. طيب قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. ها كمل. والكاظمين الغيظ. تمام. الناس والله أيوة. يحب المحسنين. حلو. إذا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حلو. ما أنت متماشي الآن مع مفهوم الحلقة وهي العفو. محمد من؟ عبد الله إبراهيم. الوالد محمد عبد الله إبراهيم أجاب عن الآية وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إجابة صحيحة واستحق الجائزة المقدمة من جامعة الرواد. مبارك عليك يا والد هذه الجائزة، شهرك كريم وكل عام أنت بخير. مشاهدينا الكرام، ننتقل للسؤال الأول من هذه الحلقة وهو السؤال الأساسي، ونشاهد أو نعرف من سيجيب عليه. تابعونا. نتعرف عليك. المعتصم بالله محمد قاسم الحمادي. من؟ المعتصم بالله محمد المعتصم قاسم الحمادي. المعتصم بالله يا معتصم. السؤال أو الآية اللي أشتيك تكملها من سورة يوسف، قال تعالى: قال لا تثريب عليكم اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. حسبك. صدق الله العظيم، معتصم أجاب إجابة صحيحة عن هذا السؤال واستحق الجائزة المقدمة من جامعة الرواد ومقدارها 40,000 ريال. مبارك عليك يا معتصم وشهرك كريم وكل عام وأنت بخير.